الانتماء زي ما قلت في بداية الحلقة ان هو شيء مهم جدا كلنا بنتولد بيه، لكن مين ممكن يقدر يطوره ينميه يعتز بيه؟ انك بتنتمي لبيتك لمكانك لأسرتك لبلدك، هو ده الشيء المهم. وبما ان احنا مقبلين خلاص يعني بكرة ان شاء الله يوم 6 اكتوبر، فلازم نعزز انتمائنا، وخصوصا لما تكون بلدنا مصر، بلد مش زي اي بلد في الدنيا، هي فعلا ام الدنيا. تعالوا نشوف اخبار الانتماء ايه والوطنية الشديدة، والجيل اللي طالع بقى جيل الاختيار وجيل المنسي وجيل ناس تانية كتير بجد ضحوا بأرواحهم. زمان كنا بنشوف بس الأغاني الوطنية في ماتشات الكورة لما بنكسب بس. جيلنا من أول 2011 حياته اتغيرت تماما، بقى بيعيش كل الموضوعات المختلفة، ثورات، بيعيش حاجات كتير، فبقى بيحس أكتر بالغيرة والانتماء الوطني، وإزاي إن هو فعلا دوره فعال في حبه لبلده وفي إظهار الحب ده وفي تطبيقه فعليا. تعالوا نشوف تفاصيل كتير عن موضوع الانتماء، وكمان ان احنا نبتدي مع أطفالنا منذ الصغر، والطلبة والطالبات والشباب في كل مكان، سواء في المدارس أو الجامعات. خليني أرحب بدكتور عز الدين الحيداري، استشاري التنمية البشرية والقيادة الإدارية. أهلا بك يا دكتور، ونورتني. أهلا وسهلا، النور نورك، يعطيكم ألف عافية يا رب. طبعا اعتزازنا وانتمائنا ده شيء مهم جدا لبلدنا، وخصوصا فعلا لما بلد تكون زي مصر. اديني معنى بسيط كده للانتماء، واهم المظاهر اللي لازم يتمتع بها الفرد اللي فعلا عنده انتماء حقيقي. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالعافيه، صبحكم الله باحلى انتماء لاحلى بلد ولقلب الوطن العربي مصر الغاليه. الانتماء لو اردنا ان نضع له كلمه عظيمه وشريفه هو الارتباط. عندما يكون لديك ارتباط داخلي، عندما تكون لديك قلعة نفسية داخلية تحيطك وتجعلك دائما صاحب توجه معين، صاحب حب معين، صاحب تفكير معين، صاحب أداء معين، كل هذا يعززه الانتماء، تعززه الفكرة الداخلية، يعززه الارتباط الداخلي. إذا كنت صاحب ارتباط عميق جدا، عندما تكون لديك عقيدة وطنية عالية، ستجعل كل ما هو دون الوطن صغير، وتجعل كل ما هو انتماء غير الوطن ضعيف. عندما يكون الانتماء لديك معزز بالثقة العالية، معزز بحب الوطن، معزز بحب الانتماء لهذا الوطن، عندما تعشق كل ثغرة في هذا الوطن، عندما يكون كل ما في الوطن هو مصدر لهذا الانتماء العظيم، حتلاقي أن الارتباط عندك عالي جدا. ولذلك تصبح مش بس قلعة داخلية، وإنما جبل داخلي تسقط حواليه وتتجمع حواليه أي ركامات أخرى أو أي أحجار أخرى، لا تقدم ولا تؤخر طالما عندك انتماء عالي جدا. الانتماء هو الارتباط، ارتباط نفسي وارتباط روحي وارتباط فكري وعقلي وذهني، وارتباط حتى بالجوارح، وارتباط حتى بالتفكير، وارتباط حتى بالمستقبل. حتى عندما تحدد القيم العالية وتحدد القيم العليا كالأهداف والغايات الجميلة، حتلاقي أنه قيمة الارتباط الداخلي عندك وقيمة الانتماء الداخلي عندك بيحدد قيمة الأهداف والغايات اللي أنت بتسعى لها. صحيح، كان فكرة تعزيز الانتماء كانت حاجة ملحة، بس في السنين الأخيرة بقت ضرورة ملحة جدا جدا، لأنه في بعض الناس بيقعوا ضحية طبعا الناس اللي بتكره مصر والإرهابيين، واللي بشوفهم بيتجردوا من كل مظاهر الدين والأخلاق. فالناس دي ازاي دكتور نركز عليهم، وازاي فعلا يتخلصوا من اي افكار مسمومه ممكن تدس ليهم وتخليهم يتخلصوا تماما من احساسهم بالانتماء؟ هو الامل اولا في الجيل القادم والجيل الحاضر برضه، لا زال الجيل الذي في ايدينا عجينه نستطيع ان احنا نصيغها باي طريقه لقمه عيش ممتازه للوطن. متى يضعف الانتماء عند الانسان؟ عندما يضعف البناء الداخلي. ولذلك العقيده الوطنيه والانتماء الداخلي هو عبارة عن طير لديه جناحان. الجناح الأول نطلق عليه التنشئة، والجناح الثاني نطلق عليه التعبئة. فالتنشئة تأتي من الأسرة، ويأتي مما الموروث الأسري، ويأتي من الموروث العائلي الداخلي. والتعبئة تأتي من الوطن، تأتي من الإعلام، تأتي من المدارس، تأتي من الأسواق، تأتي من الصحف، تأتي من جميع مصادر الإعلام المرئي والمسموع. كل هذه نعتبرها تعبئة. الكوب الفارغ الذي ليس فيه شيء سيدخله الهواء. كذلك جيلنا القادم وجيلنا الحاضر يحتاج إلى أن يتعزز بروابط الانتماء الوطني. يحتاج إلى أن هو مش محتاج، إن شاء الله عز وجل ننشئ فيه أو نصحصح فيه أو نصحي تلك النقطة الجميلة والقلعة الداخلية فيه، حتى لا يكون سهل المنال من الآخرين. احنا هنعرف يا دكتور إزاي هنصحصح النقطة دي في الجيل بتاعنا والأجيال اللي جاية، وتكون العزيمة والانتماء عزيمة قوية 100%،
كل الكلام ده هنعرفه أكيد بعد الفاصل. استنونا. ضيفي واحنا بره الهواء قال لي كلمه حلوه قوي عجبتني، قلت لازم اقولها على الهواء. قال لك اللي ينكر مصر ملوش اصل، يعني بالنسبه له مصر هي الاصل والاساس في كل حاجه على مستوى الوطن العربي والعالم كله. فانا بحييك يا دكتور على المقوله الحلوه دي، وكان لازم اقولها على الهواء. احنا كنا بنتكلم على فكره تعزيز الانتماء عند الشباب، وكمان بداية من الأطفال، إزاي نصحي فيهم الحتة الحلوة اللي موجودة دي؟ مثل ما كنا بنتكلم على أنه الانتماء هو مثل الطير لديه جناحان، الجناح الأول هو التنشئة والجناح الثاني هي التعبئة. طبعاً مهما كانت التعبئة عالية أو قوية أو متسعة مش هتنجح طالما التنشئة غير صحيحة أو تنشئة الانتماء غير متوفرة. هي مشكلتنا ان احنا بدانا برضو يعني بنخاف من المثاليه اكثر، بنهرب من المثاليه مع انها مثاليه جميله جدا، خاصه المثاليه الوطنيه. المثاليه الوطنيه انت لو دخلت اي بيت الان او دخلت اي اسره وقلت لهم ماذا يعني كيف تعزز قيمه الوطن لدى الاطفال، ممكن هو يعني اغلب الاسر حتتفاجئ من السؤال نفسه، حيقول لك ليش احنا محتاجين هذا الشيء؟ طبعا احنا محتاجينه. هو الطفل لما بيسمع السلام الجمهوري وبيشوف علم بلده بيرسمه وبيحبه، وحتى لو هو في الابتدائيه وبيقرا تاريخ بلده المشرف، تاريخ العزه والكرامه، تاريخ تحطيم كل التحديات الخارجيه التي تحطمت خاصه مع مصر، خاصه على ابواب مصر يعني كلها منذ تاريخنا القديم حتى الان. كل التحديات التي كانت تاتي لتسقط قيمه الوطن العربي كانت تسقط امام بوابه مصر، سواء ايام المغول او حتى ايام التتار او حتى ايام ما يحدث الان من هجوم وتحطيم للوطن العربي. ربنا يحفظ الوطن العربي كلها ويحفظ مصر ويحفظ اليمن ويحفظ جميع الدول ويعودها الى امانها وسلامها. فالطفل في البيت يجب أن يراعى في التنشئة قيمة الوطن، قيمة الانتماء في حد ذاتها. ولكن أنا عندي رسالة مهمة جدا لنا جميعا حقيقة، يعني عشان توصل إلى قيمة الانتماء الوطني يجب أن تنشأ في الطفل قيمة الانتماء الأولية. بمعنى إذا كان الطفل أو الابن في البيت لا يجد روح الانتماء إلى الأسرة، فأنت لن تستطيع أن تزرع فيه روح الانتماء إلى الوطن، لأن الإنسان في الأول فرد ثم يكون أسرة ثم يكون وطن مجتمع. إذا استطعت أو إذا عجزت أن تبني الإنسان في انتمائه كفرد وانتمائه كأسرة، فمن الصعب أن تبني له انتماء كوطن. ولذلك محفزات تنشئة الابن داخل البيت، تنشئة الابن داخل البيت أو الأبناء داخل البيت في قيمة الانتماء الوطني، يجب أن تكون هناك نسميها مفاتيح الاتصال. الجلسة الدائمة، الاجتماع الدائم على مائدة الأكل، على قوائم الصلاة، على الدعاء الجماعي، على الروح الواحدة، على برنامج نتابعه في التلفاز مع بعض، كل هذه يسموها روابط الانتماء داخل الأسرة. من خلالها تبدأ تزرع وتحفز روابط الانتماء إلى الوطن. وأعيد وأكرر أن تربية الأبناء ليست سهلة أبدا، ولا تبنى في عشية وضحاها، بل هي مجال طويل وواسع ومتسع وأنيق وفي نفس الوقت متعدد. عشان تتصل بأحد يجب أن ترفع السماعة وتتصل به، وكذلك أبناءنا عشان نحفز فيهم قيمة عظيمة جدا مثل قيمة الانتماء إلى الوطن، يجب أن تكون هناك تواصل إلى داخل الأبناء داخل البيت. إذا استطعنا أن نبني محبة وحوار وتعزيز العلاقة داخل البيت، فإحنا نستطيع أن نزرع من خلالها أي شيء آخر. قيمة أيضا رسالة مهمة جدا في هذه النقطة قبل أن ننهيها، قيمة بناء الانتماء للوطن عند الطفل عالية جدا. لماذا؟ لأن الإنسان الشرقي تواق بالعاطفة بطبعه، عنده عاطفة جياشة بطبعه الإنسان الشرقي. فإذا كانت هذه العاطفة جياشة إلى الانتماء الوطني فحتبنى بناء عظيم جدا. ولم يسقط أغلب الشباب في أيادي الأفكار المنحرفة أو الأفكار الإرهابية أو الأفكار الخارجة عن إطاق القومية والوطنية والدستور والبناء الداخلي، إلا لأنهم كانوا فارغي البناء الذهني والفكري والأسري والوطني داخل البيت، فكانوا سهل المنال للآخرين. لكن إذا استطعنا أن نملئ أو نعبئ أو نبني أو ننشئ داخل البيت في القلب وفي العقل وفي الجوارح وفي الخواطر وفي الأفعال حب الوطن، حب القيمة الوطنية. بمعنى
عندما رموز الوطن داخل البيت مفقودة، يعني أعلام الوطن غير موجودة، أغلب أهل البيت ما يحفظش السلام الجمهوري والسلام الوطني، تاريخ البلد المشرف والمواقف المشرفة، وغدا خاصة غدا اللي هي يعني واجهة العرب المشرقة. صحيح، نصر 6 أكتوبر. والله العظيم صحيح. أنا عن نفسي شخصيا أشعر أن قلبي يرقص فرحا كل ما أتذكر هذا الوقت، لأنه ما كانش زي ما قال الرئيس الراحل السادات أنه أن أصبح للأمة درع وسيف، مش هذه فقط، بل هو أصبح سيف، أصبح سيف أعاد للأمة العربية وجهها، وأصبح درع يمنع لمن يفكر في الوطن العربي أو في مصر أن يخل بأمنها. فالقضية قضية عظيمة جدا، أن يأتي أحد ويعيد لهذه الأمة وجهها المشرق مصر، ربنا يحفظها يا رب ويحفظ جميع البلدان العربية. هي في حد ذاتها بناء وطني، هي في حد ذاتها انتماء. من الخطأ أن يصبح أغلب أبنائنا في البيت لا يعرف إلا القليل جدا عن ثورة أو عن يعني نصر 6 أكتوبر وعن يعني معركة 6 أكتوبر العظيمة والخالدة. كل هذا يعززه انتماء، كل هذا محفز للانتماء، كل هذه بوارق انتماء داخل الإنسان. ورسالة مهمة جدا أيضا، الطفل لما يكبر وعنده قيمة عظيمة في الانتماء، هذه القيمة بتكبر معه، بتكبر معه، خاصة أنه هو بيحب يسمع عن وطنه، بيحب ينشد لبلده، بيحب يتحدث عن تاريخ بلده، بيحب رموز شخصية في البلد هذه يعني. فإنك تجي تبنيها فيما بعد وهو أصبح ممتلئ بانتماءات أخرى، انتماءات غنائية، انتماءات كروية، انتماءات شارعية، انتماء شيء صعب عليك، بمعنى أنك تبني تحفيز الانتماء وهو فاضي وهو عجينة في إيدك سهلة وعظيمة. لكن أن تأتي لتبني شيء أصبح أمامك صحراء قاحلة أو أرض غير صالحة للزراعة، حتلاقي صعوبة. فهذه هي القيمة الأساسية في البدء مبكرا أو البدء مؤخرا. تعرف يا دكتور أنا أزعلت من إيه؟ أنه في ناس بتتخيل الانتماء ده ممكن يكون بيجي بالممارسة أو كعادة معينة، زي السوشيال ميديا لما اتقطعت امبارح قال لك العالم بتاعي اللي أنا بنتمي ليه، مع أن ده عالم افتراضي بيخلطوا خلط شديد ما بين الانتماء الحقيقي والانتماء المزيف الواهي. عشان كده عايزين ندعم ونركز على وجود رموز وطنية. انا اتبسطت جدا لما لقيت ان هم بيتكلموا عن الشهيد ربنا يرحمه يا رب المنسي، وغيره بقى من الشهداء الكتير اللي اتبروزوا واتكلموا عنهم، وبقى نشيد الصعقه بيتقال في المدارس. صحيح صحيح. فان احنا نركز على رموز وطنيه، حتى زي محمد صلاح النجم العالمي يصبح افضل لاعب في العالم، بالظبط، هي قيمه وطنيه عاليه، وبينتمي لبلده، بيحب بلده، ودايما تلاقيه معتز بمدينته ومحافظته وقريته. فهو ده رمز من رموز الانتماء. احنا محتاجين بقى نفعل ده شويه او نركز على ده شويه. طبعا اكيد، هو حادثه امس هي رساله، خلي بالك يعني يعني انه يختفي عالم الفيسبوك وعالم الواتساب لمده 6 ساعات. فلنكون صريحين، بعض المسائل ما فيهاش عواطف، لنكون صريحين، من شعر انه اختفى فعقيدتك وانتمائك للسوشيال ميديا حقيقي، العالم الافتراضي. ومن حس ان المساله قيمه ثانويه فانت لديك اساس تشكر عليه. في هذه المسائل ما فيش حاجه اسمها ثالث، يعني 1+1=2. من شعر انه اختفى وانتهى وانه بلا قيمه، فانت هذه قيمتك للاسف، قيمتك وقيمه العالم الافتراضي اللي هو افتراضي مش واقعي. يعني بمعنى ان انت مالكش الثوابت الاساسيه ومالكش الداعم الحقيقي ولا تمتلك البناء الذي يتحدى الصعاب، طالما قد اختفيت او انتهيت لمجرد ان عالم الافتراضي او عالم السوشيال ميديا او عالم الفيسبوك او الوص انتهى. لكن هناك كانت بعض الناس كانت المسائل بالنسبه له ثانويه، فهذه نحن نحييه حقيقه، معناه ان انت عندك انتماء حقيقي، عندك قاعده حقيقيه، عندك بناء وطني حقيقي، عندك بناء شخصي فردي ممتاز تستطيع ان تتصل به مع العالم، مع الناس، مع الاخرين. لكن ان تكون حياتك كلها عباره عن ثوره التكنولوجيا المعاصره او ثوره الانترنت، رساله امس يجب ان تعيد الحسابات للجميع. يجب أن تعرف ما معنى الانتماء الحقيقي والبناء الحقيقي، حتى إذا ما غاب عنك عالم الافتراض لديك البديل الحقيقي أو لديك الأساس الحقيقي. فما تتحولش أنت إلى قيمة ثانوية في كل حياتك، الحياة قيمة أساسية ثم ثانويات، لكن أن تكون الحياة لديك ثانويات وشكليات هتختفي لمجرد اختفاء هذه الشكليات. إنما الأشياء التي لا تختفي ما هي؟ الأسرة والفرد والوطن، الانتماء والقاعدة الداخلية والثوابت الجوهرية الداخلية، هذه لا تختفي أبدا. ما في حد بيختفي عنه روحه أو قلبه أو عقله أو جوارحه. فبقاؤها وبقاء مفعلاتها الحقيقية ومفعلاتها المحفزة للانتماء الداخلي هي التي حتبقيك. لكن أن تصبح كل دواخلك عالم افتراضي، كل دواخلك ارتباط بس بعالم فضائي، لا، ما هذا ممكن يختفي. ورسالة أمس رسالة واضحة زي الشمس يعني. فأيضا أعيدها وأكررها، الموضوع ما فيهوش عواطف ولا فيه خطأ على أحد،
من غاب بالأمس لمجرد أن غاب عالم الفيس والواتس فأنت بلا يعني بناء وانتماء حقيقي داخل أسرتك ووطنك وفردك، ومن كانت الأمر بالنسبة له ثانويات فأنت يعني فعلا لديك علاقات واضحة، انتماء حقيقي في الواقع، لديك حياتك الحقيقية التي لا يمكن أن تتخلى عنها أو تسقط عنك. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح السريع الجميل المبسط ده دكتور عز الدين الحيداري استشاري التنمية البشرية والقيادة الإدارية. أنا بشكرك وممتنة ليك، ودايما يا رب مصر والوطن العربي كده إيد واحدة يا رب دايما أبدا يا رب. شكرا جزيلا يا دكتور. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة، وموضوع الانتماء ده مهم جدا، انك تخلي الطفل بينتمي لربنا سبحانه وتعالى وبيمتن ليه في كل حاجة، علاقته مع ربه وعلاقته مع وطنه ومع أسرته ده شيء مهم جدا. انا بشوف في يعني في وجهة نظري المتواضعة انه حتى لو انا بعلم بنتي انها ما ينفعش ترمي ورقة في الشارع لان دي بلدك لازم تحافظي عليها، ده شيء بيعزز الانتماء. لما تزرع شجرة في مدرستك، لما تساعد حد في بلدك، انت برضو بتعزز الانتماء. لما تحفظوا اناشيد الصعقة وتحفظوا كمان النشيد الجمهوري ده شيء مهم جدا، فعززوا الانتماء عند أولادكم وعند أنفسكم. بشكركم على حسن المتابعة، بكرة إن شاء الله هيتجدد اللقاء، وتحيا مصر بكرة 6 أكتوبر احتفالية مختلفة جدا جدا في نهار جديد، وقناتكم قناة مصر الزراعية. وبشكر دينا حبيبتي اللي شاركتني تقديم الحلقة دي، تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.